بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا رب العالمين. الفيديو في الأساس عن مراجعة إنجليزي لتانية ثانوي وتسميع كلمات لكل وحدة، عملها سلسلة يو كان. المراجعة جميلة جدا، فيها تسميع كلمات وفيها حل أسئلة، تمام، بالنسبة لتانية ثانوي وبالنسبة لأولى ثانوي برضو. أولى ثانوي نفس الكلام، هيبقى عندهم نفس الكراسة بس طبعا مع اختلاف المنهج، يعني هتبقى بنفس الطريقة، تمام. هتحاولوا انكم تحلوا فيها على قد ما تقدروا، وانا ان شاء الله هاجي في مرة واحلها كلها مرة واحدة بمثابة مراجعة معاكم، او انكم تحلوها وتكتبوها في التعليقات وانا برضو هبقى موجود واصحح لكم ان شاء الله. هوريكم بس الصور من المذكرة على طول. دي مذكرة اولى ثانوي، تمام، تبقى بالشكل ده، تنزل واحدة واحدة بنفس الشكل، انك انت تسمع لنفسك الكلمات وتحاول تحل على الوحدة كده اهو، تمام. دي تراجم برضو، تمام، كلها هتتراجع، والوحدة التامنة وهكذا وهكذا. لو حبينا نيجي لمذكرة تانية ثانوي نفس الكلام، الوحدة التاسعة اهي، تمام، هيبقى تسميع الكلمات وحل برضو وتراجم وهكذا وهكذا وهكذا، تمام، وهكذا الوحدة اللي بعدها على طول، تمام. ده بالنسبة لي تانية ثانوي. تانية ثانوي لو عايزين تكملوا هتلاقوا بقى كتاب ميكانيكا وملخص لامتحان عربي ومذكرة عربي، واللي عايز يعرف يكتب تعبير عربي كويس هتلاقوه هنا برضو، تمام. بعدين معاصر ترم تاني، الوحدة التاسعة في الإنجليزي، تمام، مجابة بطريقة كويسة يعني بس لازم تجاوبها انت الأول. بعدين تحمل كتاب امتحان في الفيزياء، كتاب الكيمياء، هنا بقى تنسخ الرابط وتحطه في جوجل أو تضغط على هنا، تمام. دي كلها حاجات مفيدة إن شاء الله، وهنحاول نجمع لكم برضو حاجات أكتر بإذن الله، تمام. ما تنسوش تعملوا فيديو، تعملوا شير لزمايلكم علشان كله يستفيد إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.